وللمزيد حول المطالبات الدولية للحكومة في بغداد معالجة القصور المتعلق بحقوق الإنسان في العراق وعلى رأسه وقف التعذيب والإخفاء القسري، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، مرحبا بكم. لنبدأ من منظمة هيومن رايتس ووتش، دعت الحكومة في العراق والبرلمان أيضا إلى إقرار تشريعات تدعم حقوق الإنسان. يعني ماذا تمثل هذه الدعوات في خانة التصنيفات الدولية للدول في حمايتها لحقوق الإنسان؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أحيي مشاهديكم الكرام. يعني مثل هذه الدعوات يعني لا يمكن أن يعني تصدر إلا بعد أن تكون مستوى حقوق الإنسان قد وصل في هذه الدول إلى مستوى متدني، والحقيقة العراق وصل الآن إلى مرحلة من التدني في حقوق الإنسان لا يسبقه أحد من الدول. وطبعا أصبح يعني السكوت عن هذا ما يحدث من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق، يعني لم تدع أي أحد أي منظمة إلا وكتبت عن هذا الموضوع، ولم يبقى مجال للسكوت عن هذا الموضوع، حتى أن الدول الآن أصبحت، ونحن شاهدنا كيف أن بعد أن تم تنصيب الحكومة الأخيرة الدعوات انطلقت من مختلف الدول للاهتمام بموضوع حقوق الإنسان ومراعاة التشريعات وغيرها من الأمور التي تنصب جميعها في كيفية تحسين حقوق الإنسان في العراق. نعم. دكتورة فاطمة، يعني ثورة تشرين استطاعت أن توصل صوت العراقيين إلى المجتمع الدولي، لكن هنا هل يمكن أن نعول على المجتمع الدولي في حل أزمة الشعب العراقي؟ الحقيقة لا يمكن التعويل يعني بالطريقة التي يمكن أن نفهمها، أن يأتي هناك يعني إصلاح خارجي أو غيرها. الحقيقة على العكس، يعني المجتمع الدولي هو من المشاركين فيما حصل للعراق في من دمار ممنهج منذ عام 2003. يعني كل الذي يحدث في العراق هو نتيجة التدخلات الخارجية والولاءات الخارجية التي تدعم بها مختلف أطراف الزعامات والأحزاب في العراق. وشاهدنا ماذا حدث الآن، المزيد من التدهور والتدهور فيما للحالة في العراق. نعم. دكتورة، هل تعتقدين أن الحكومة يمكن أن تستجيب لمثل هكذا دعوات، من بينها طبعا دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش، في ظل أن العراق يعني ربما هو يقع تحت مظلة الهيكل البنيوي للمؤسسات التشريعية والتنفيذية في العراق؟ يعني مع الأسف الشديد، يعني مثل هذه الدعوات من الصعب الحقيقة تنفيذها في العراق لعدة أسباب. أهم هذه الأسباب أنه لا زالت هيمنة الحس الأمني والحروب ضد الإرهاب وغيرها وافتعال مثل هذه الأزمات لا زال مستمرا لحد الآن في العراق. يعني بالرغم أنه يعني العمليات العسكرية الكبيرة انتهت منذ تقريبا سنتين، ولكن لحد الآن لا زالت يعني بمقدور هذه الحكومة وميليشياتها افتعال أي أزمة في أي وقت في سبيل أن تستمر الوضع على ما هو عليه في العراق، ولا يتم الاهتمام بتشريع أي قانون يصب في مصلحة العراق. الآن يعني نحن شاهدنا أن الوعود التي أطلقتها مثلا الحكومة الأخيرة، وأين هذه الوعود؟ لم يتم تنفيذ لحد الآن أي بند من هذه الوعود. يعني نأخذ على سبيل المثال مثلا حرية الرأي والتعبير وغيرها، ماذا حدث منذ أن تسلم الكاظمي هذه الحكومة؟ المزيد من الانتهاكات الآن وصلت إلى حد ما حدث للناشطين في هذا اليوم، والذي هو يعتبر انتهاك صارخ. إذن الطائفية والدستور والأجندات الميليشيات التي تسيطر الآن على المفاصل في العراق لا يمكن لها ولن تسمح لأي تشريع يصب في مصلحة العراق. نعم. دكتورة، التقارير الدولية كثيرا ما تتحدث عن سير المحاكمات والتي يصدر عنها في أغلب الأحيان أحكام تقيد الحرية، إلى أي مدى تراعي هذه المحاكمات المعايير الدولية؟ مع الأسف الشديد لا تراعي هذه المحاكمات. نعم. منذ بدء عملية الاعتقال إلى أن يتم الحكم على أي شخص
سواء بريء او سواء هو فعلا يعني مجرم حقيقي. لا تراعي وقد اثبتت التقارير يعني الحقوقيه التي صدرت منذ فترات طويله عن اوجه القصور في السير والمحاكمات وال يعني المسطره القانونيه التي يسير عليها النظام في العراق. نحن نعرف جيدا ان حتى الامم المتحده قد عابت على القوانين العراقيه ويعني اشرت على مواطن الضعف ومواطن القصور وانه يجب هذه القوانين ان يتم تحديثها وان يتم تغييرها وان يتم يعني سد كل الثغرات والضعف التي تؤدي الى انتهاك اكثر لحقوق الناس بدل ان تصب في مصلحه المواطنين وتخليص الابرياء مما ينتظرهم. نعم دكتوره، لنعود الى منظمه هيومن رايتس ووتش، طالبت بايجاد ضمانات لحمايه المعتقلين من فيروس كورونا. انتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كان لكم السبق في هذه المطالبات، كيف تعاطت الحكومة مع طلباتكم دكتورة؟ لا يوجد أي استجابة مع الأسف لحد الآن، والدليل هو ما صرح به الكاظمي قبل أيام عندما تم تنصيبه وقال أنه سوف يتم إطلاق سراح المتظاهرين ثورة تشرين. أين هو؟ هل تم إطلاق سراح أي أحد؟ هل سمعنا بإطلاق سراح أي من المتظاهرين؟ لم نسمع بهذا الشيء. حالات الإصابات في السجون قد تم توثيقها، ولكن يعني أين دور الحكومة؟ لا يوجد لها أي دور. يعني حتى الأحكام القضائية، الأحكام التي صدرت الخفيفة التي صدرت بحق بعض الأشخاص، يعني بدل أن تستغل هذه الحكومة هذه الفرصة وتقوم بعمليات تخفيف للسجون، لم تقم حتى بهذا الشيء. الاكتظاظ موجود في السجون، والحقيقة يعني لا يوجد يعني تقارير مؤكدة عن حجم الإصابة. يعني هناك تعتيم إعلامي كبير، والحكومة يعني هو الطرف الأساسي في التعتيم على هذه المعلومات سواء في داخل السجون أو حتى في بالنسبة للمواطنين العاديين. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.